السلام عليكم. طبعا اكيد معظمنا يعني اذا ما كانش كلنا يعرف حواوشي الرفاعي، وانا كمان اعرفه وجربته قبل كده، بس جربته من عنده قبل كده صنف او صنفين بكتير. النهارده لما بصيت في المنيو بتاعته لقيت فيها اختراعات كتير قوي وميكسات، وبصراحه اتفاجئت. النهارده هنجربه وندوق ونشوف. انا محمد عواد من يتاكل اكل، يلا بينا. قبل اي حاجه خلينا نتكلم عن تجربه الدليفري. انا بصور هنا في الشيخ زايد، واقرب فرع ليا من المطعم في الشيخ زايد برضه. قال لي في التليفون الاكل هيجي في خلال ساعه، وجه بالظبط بعد ساعه، وبصراحه الاكل جاي سخن سخن قوي. انا بقى طلبت شويه الحاجات دي كده من حواوشي الرفاعي عشان نعرف نجرب براحتنا. دي اول حاجه معانا، حواوشي جريمه اكل سعره 49 جنيه. خلينا نشوف. شايف قطعه تركي كبيره وشايف باسترما. خلينا ندوق. بسم الله. حلو جدا ميكس التركي مع البسطرمة، طعمهم ممتاز. واهم حاجه بقى في الرغيف ده طعم الجبنه، الجبنه الشيدر طعمها جامد جدا جدا، مظبطه طعم الرغيف كله قوي، في ظبطه كده في طعم الميكس مخليه الحواوشي ده جامد قوي. وكمان العيش نفسه مقرمش كده وطعمه جامد. انا اتبسطت جدا ان انا بدات بالميكس ده، حاجه كده تفتح النفس. بس انا شايف ان 49 جنيه على الرغيف ده كتير شويتين. ده كان حواوشي جريمه اكل. خلينا كده نشوف اللي بعده. ده حواوشي دبل جبنه سعره 44 جنيه. تمام، ريحه الحواوشي بقى البلدي بتاعنا. نفتح كده نفرج، يعني شايف ما شاء الله الجبنه مغطيه اللحمه كلها تقريبا. ده بقى حواوشي من بتاعنا العادي، لحمه وعليها جبنه شيدر وعليها طماطم وفلفل. في زيتون؟ وفي زيتون. خلينا ندوق. بسم الله. تقريبا دي احسن توابل لحمه ممكن تتاكل في حواوشي، توابل مظبوطه قوي، مظبوطه على الشعره. الجبنه الشيدر بصراحه طعمها جامد قوي وضايفه قوي لطعم الحواوشي، مخليها طعمه غير خالص. هو في برضو طعم الحواوشي الحرش ده اللي هو لحم مفرومه بقى وبصل وكده، في الطعم ده، بس اضافه الجبنه والخضار اللي معاه بصراحه مخليني الطعم احلى كتير. بس لو انت مش حابب ده انت ممكن تطلب الحواوشي ساده عادي من غير اي حاجه. خلينا نشوف اللي بعده. ده بقى حواوشي انتركوت سعره 60 جنيه. الانتركوت ده اللي هو بيبقى عرق كده في الذبيحه يعني. حواوشي لحم مفروم عادي وعليه شرايح اللحمه دي كده من فوق، وعليه برضو الخضار فلفل وطماطم وزيتون. الواحد متفائل قوي بحواوشي الانتركوت ده. بسم الله. هدوق كده حته اللحمه بتاعت الانتركوت دي لوحدها عشان انا مش حاسس بطعمها في الحواوشي. والله هو رغيف حواوشي عادي ساده طعمه حلو جدا، بس موضوع الانتركوت ده انا ما حسيتش بطعمه خالص. ريحه اللحمه اللي جوه سمكها متوسط، بس هي اختفت في وسط طعم اللحمه المفرومه. انا كنت متوقع اكتر من كده من رغيف الحواوشي ده، بس هو كرغيف حواوشي عادي من غير قطعه اللحمه دي هيبقى تقريبا نفس الطعم، يعني اللحمه مش هتحس بطعمها. رغيف الحواوشي ده ما كيفنيش قوي، خصوصا كمان انه سعره 60 جنيه كتير قوي يعني، عشان طبعا شرايح اللحمه اللي فيه، بس في النهايه يعني ما خدناش حاجه، كسبناش حاجه في الطعم. خلينا نشوف اللي بعده. ده بقى رغيف حواوشي ميكس بسطرمة وسجق سعره 49 جنيه. مر عن سجق وبسطرمة وجبنة، وكمان فيه برضو الخضار الطماطم والفلفل. خلينا ندوق. بسم الله. قرمشة العيش جامدة قوي، يعني القرمشة دي أساسية تقريبا في كلهم، كل اللي أنا أكلته لحد دلوقتي بيقرمش كده. القرمشة دي حلوة قوي، والرغيف ده كمان حلو قوي. حلو قوي الميكس ده، طعم السجق مع البسطرمه جامد جدا، الاثنين لحوم كده في قلب بعض، وكمان البسطرمه اللي جوه بص بسطرمه هي حمرا خالص، ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش بقى شغط، ما فيهاش دهون، بسطرمه جامده قوي. هي طعم البسطرمه جامد جدا مع طعم السجق. هنا بقى الجبنه الشيدر والطماطم والفلفل كنت حاسس ان هم محتاجين يبقوا اكتر شويه. طعم السجق مع البسطرمه طعمهم يعني حامي شويه، مش حامي بمعنى سبايسي، بس هي الميكس على بعضه طعمه حامي كده، طعمه شديد، فمحتاج حاجه بس تهدي الملوحه والحدوقه شويه. حاطين الجبنه الشيدر والفلفل والطماطم مهدين الدنيا شويه، بس مش قوي يعني، محتاجه تهدى اكتر من كده، فمحتاجين جبنه شيدر اكتر من كده. هو اجمالا طعم الميكس جامد، بس هو الطعم الحامي ده ما ياكلكش منه مثلا رغيفين، لا يعني هو رغيف وهتحس انك اتقفلت. خلينا نشوف اللي بعده. ده حواوشي تركي سعره 45 جنيه. خلينا نشوف كده الحواوشي التركي ده فيه ايه من جوه. ده حواوشي تركي من غير لحمه. بص شريحه التركي دي، شريحه التركي كبيره هنا وشريحه التركي كبيره الناحيه الثانيه، هي بس بقيتها في العيش هنا، ما هو عليه شريحتين تركي وجبنه، يعني كانك عامل سندوتش لنفسك في البيت كده. بسم الله. هو كطعم يعني ضعيف قوي، التركي حاسه ينفع يبقى اضافه، لكن هو يبقى لوحده كده في الحواوشي معاه الجبنه بس، لا طعمه مش قوي خالص، طعمه مش ظاهر يعني، حاسس ان انا باكل عيش بجبنه والتركي طعمه مش هنا. ده بالنسبه لي اول حاجه تقلش. خلينا بقى نشوف اللي بعده. ده بقى حواوشي بسطرمه سعره 49 جنيه. دلوقتي من شويه البسطرمه مع السجق كانت عظمه، اكيد البسطرمه لوحدها برضه هتبقى عظمه. خلينا كده نتفرج من جوه الاول. البسطرمه كلها جت الناحيه الثانيه هنا، في بسطرمه كتير يعني. خلينا ندوق. بسم الله. على الرايق بقى خالص حواوشي البسطرمه ده، جامد قوي.
طعمه مظبوط جدا. البسطرمه مع الجبنه ظابطين الطعم على الاخر، رغيف حلو كده. كمان كميه البسطرمه فيه كتيره، يعني كل قطمه بتلاقي فيها بسطرمه وطعمها ظاهر كده. البسطرمه طعمها قوي قوي، هي والجبنه الشيدر. برده مع قرمشه العيش دي الرغيف طعمه عظمه، حلو جدا. شوف اللي بعد ده، حواوشي صاحبه السعاده، سعره 67 جنيه، لحمه وتركي وانتركوت وخضار وجبنه شيدر. ناخد بص عليه كده من جوه، بس يعني شريحه التركي دي المفروض تقسم على الاثنين، بس هو حاططها في ناحيه واحده، مشكله نعدلها. انا بقى مش متفائل انا بحواوشي صاحبه السعاده ده، لان قطع الانتركوت المره اللي فاتت ما كانتش ظاهره طعمها خالص، فهو ده بالنسبه لي هيبقى طعم اللحمه بالتركي، مفيش اي اضافه. بسم الله. طاولة اللحمه يا جدعان تحفه، عظمه قوي، وفي النص كده روح جايه لك حته زيتون بتعمل شغل عالي جدا. والله هو بالنسبه لي برده حلو، بس هو لحمه مفرومه بالتركي، الانتركوت حاسه برده ساقط من النص، مش ضايف كده في الطعم. خلينا نشوف اللي بعد. يا حواوشي ضاني، سعره 52 جنيه. يا حواوشي ساده، وزي ما احنا شايفين كده الجبنه برده. خلينا كده نشوف طعم الضاني هيبقى عامل ايه عند حواوشي رفاعي. بسم الله. لا هو تقيل قوي، تقيل قوي قوي. كميه الدسم اللي فيه مع كميه اللحمه، حاسس ان كميه الدسم اكتر شويه. كميه الدسم كانت مظبوطه في الحواوشي العادي، الدبل جبنه مثلا كان كميه اللحمه مظبوطه قوي مع الدسم، نسبه الدسم قليله، مفيش حاجه كده تضايقك وانت بتاكل. هنا لا، انا حسيت ان انا متضايق من كميه الدسم وانا باكل، كمان مع الجبنه، الجبنه زودت الموضوع اكتر. دي كده تقريبا هي تاني حاجه تقلش. خلينا نشوف اللي بعده. حواوشي تشيكن، سعره 49 جنيه. دي عليها شريحه تركي، واللي تحت ده فراخ مفرومه، وهنا برده تركي وفراخ مفرومه. شيل كده شريحه التركي نوريكم شكل الفراخ. خلينا بقى هو الحواوشي بيبقى لحمه، الفراخ ده تغيير مش حلو خالص، ده بقى قلش قوي. الفراخ طعمها غريب قوي، فيها برضو توابل اغرب، دي اكبر فاسته اتفصلتها لحد دلوقتي يعني. خلينا بقى نشوف اللي بعده. ده سجق بالجبنه، الرغيف عند حواوشي الرفاعي ما شاء الله مليان، الرغيف مليان كده. خلينا ندوق. بسم الله. احنا كده جربنا السجق لوحده مع الجبنه والبسطرمه لوحدها مع الجبنه، بصراحه الاثنين جامدين عجبوني. ده بقى الحواوشي الساده خالص اللي كان المفروض اجربه اول واحد، بس هو حظه بقى جه اخر واحد. بص هو الرغيف يعني مليان لحمه، انا عملت كده قلت اوريكم سمك اللحمه جوه. بصوا كده سمك اللحمه، الرغيف بصراحه بيبقى مليان. طعم العيش بتاعه حلو، يعني حتى اللقمه الفاضيه في العيش هتحب تاكلها من طعم اللحمه اللي هي شرباه. ده بقى الحواوشي الاصلي، فعلا زي ما قلت في الاول دي اظبط توابل حواوشي ممكن تاكلها، توابل مظبوطه جدا جدا، كمان كميه الدسم اللي في اللحمه مظبوطه جدا ومعقوله قوي. في بقى عندهم ربع ممبار سعره 30 جنيه، فقلت اجيبه برده كده نجربه. بسم الله. حلو والله، خلطه الرز بتاعت الممبار يعني معقوله، هو بس الممبار منه برد شويه على ما جربته في الاخر فجلد شويه، بس هو لا الممبار حلو. اخر حاجه بقى لقيتها عندهم في المنيو رز اللبن بالبسبوسه سعرها 22 جنيه، هو الواحد الصراحه بعد كميه الحواوش اللي هو اكلها دي محتاج حاجه حلوه. بسم الله. هو انا عجبني الرز بلبن وما عجبنيش البسبوسه، يعني رز اللبن قوامه مظبوط كده وطعمه حلو. البسبوسه طريه قوي ومفروله وكمان مسكره بزياده جدا. في الاخر وبقى تجربتي للحاجات دي كلها من حواوشي الرفاعي، انا بصراحه اتبسطت، يعني الحواوشي عندهم حلو والميكسات عندهم تستاهل تتجرب. احسن ثلاث حاجات عجبوني ودول بصراحه اللي ما يتفوتوش، يعني دول لازم كل ما اروح اطلبهم. حواوشي البسطرمه كان جامد قوي، طعم البسطرمه حلو مع الجبنه الشيدر كان طعمه ممتاز. حواوشي الدبل جبنه طعم اللحمه مع الجبنه الشيدر برده طعمه جامد جدا. ثالث واحد حواوشي جريمه اكل كان طعم التركي مع البسطرمه تحفه وجامد جدا. وبس كده دي كانت تجربتي لحواوشي الرفاعي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول رايك فيه في كومنت، ما تنساش تعمل تاج لصاحبك اللي هتاكل معاه في حواوشي الرفاعي، ممكن تعملها فولو على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، وممكن كمان تتابعنا على انستغرام وتيك توك. و سلام.